إذن اجتماع ثان لوزراء الخارجية العرب، وذلك لمناقشة قضية القدس بعد اجتماع ديسمبر الماضي، ليظل مجلس الوزراء وزراء خارجية الدول العربية منعقدا وفي حالة طوارئ لمواجهة القرار الأمريكي، وذلك تزامنا مع اللجنة العربية السداسية التي لا تزال في حالة انعقاد مستمرة لبحث سبل التحرك دوليا ضد قرار ترامب بشأن القدس. المزيد في سياق التقرير التالي. لم تخمد النيران التي أشعلها القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فأصدائه ما زالت تدوي داخل أروقة جامعة الدول العربية رافضة له ولا أي آثار تترتب عليه. وللمرة الثانية عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا بناء على قرار سابق للمجلس في دورة غير العادية في 9 من ديسمبر الماضي بإبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد. الاجتماع العربي المستأنف بحث خطة التعامل مع التداعيات السلبية لقرار ترامب، والذي جاء مجهدا للتحركات العربية والدولية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وهو ما أكده أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة بأن الاجتماع يجدد الالتزام العربي بالحفاظ على زخم الحملة السياسية والدبلوماسية والإعلامية المناهضة للقرار الأمريكي الباطل والمرفوض. والتئام شملنا اليوم بعد أسابيع قليلة من اجتماعنا السابق هو رسالة أظن أنها ستصل لمن يهمه الأمر من المناوئين للمواقف العربية قبل الداعمين والأصدقاء، بأننا نقف صفا واحدا متراصا في مواجهة أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو الافتئات عليها أو تمييعها عبر المصادرة المسبقة على قضايا الحل النهائي. وعلى خلاف أسلافه بالبيت الأبيض، فقد سلك ترامب منحنى آخر في التعامل مع القضية الفلسطينية، حيث أصبح يكيل كل يوم الأزمات تلو الأخرى. فالخطوة الأمريكية الأخيرة بتجميد جزء من مساهمتها المالية في ميزانية وكالة الأونروا تمثل تراجعا عن الوفاء بالتزام أخلاقي أصيل من جانب أحد المانحين الدوليين الرئيسيين في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين. وأونروا أيضا هي قضية حياتية مرتبطة بحصول ملايين اللاجئين الفلسطينيين على حقهم في التعليم وحقهم في الخدمات الصحية وحقهم في الحياة الكريمة. أكدنا ضرورة استمرار توفير الدعم اللازم لأونروا، أكدنا ضرورة بذل جهد منا نحن أيضا كعرب بتحمل مسؤولياتنا تجاه أونروا بنفس الوقت الذي نطلب فيه من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية أكد سعي الدول العربية للحصول على دعم دولي للاعتراف بدولة فلسطين والعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإحلال السلام بالشرق الأوسط. لم يعد بالإمكان على الإطلاق القبول بالعودة إلى ما كان عليه الوضع من حيث حصريا أن تكون رعاية عامة السلام بيد الإدارة الأمريكية، هذا انتهى، أصبح من الماضي، وأن هناك توافق دولي حول البحث عن آلية دولية متعددة الأطراف من أجل العمل على تحديد تلك المرجعية للعودة إلى العملية السياسية وفق قرارات الأمم المتحدة ووفق المبادئ الشرعية الدولية وفي العودة دائما إلى الأمم المتحدة كونها هي المرجعية ذات الاختصاص في هذا الموضوع. القرارات الأمريكية الجائرة والمتتالية في حق الشعب الفلسطيني والعربي على حد سواء لن تجد لنفسها سبيلا في النهاية، غير أن الولايات المتحدة تزيد من عزلتها عن العالم، لأن الثوابت التاريخية لن يلغيها أو يغيرها اعتراف الرئيس الأمريكي أو حتى العالم بأسره.